بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نتحدث عن الأمراض الصدرية كنا نتحدث عن ارتشاح الرئة أو البلمونر إيديم، وقلنا البلمونر إيديم ده واحد مش قادر ياخد نفسه، والرئة نسيج الرئة مليان مية، نسيج الرئة مليان مية، ونسيج الرئة مليان مية ده ممكن يكون كارديوجينيك بسبب القلب، حاجة في الأريزميا، كاردياك إمبوليزم، حاجة يعني نقول على جلطات في أوعية الرئة أدت إلى أن المية ترتشح تخرج من الأوعية وتملى نسيج الرئة. طيب ممكن يكون ده بسبب أمراض القلب، هايبرتنشن، ضغط دم، أريزميا، أي حاجة في القلب أو بالمونر إمبوليزم، وممكن تكون بسبب حاجة غير القلب بنسميها احنا causes of adult respiratory distress syndrome أو بيسموه ARDS أو non-cardiogenic pulmonary edema. يعني ممكن واحد يبقى عنده ارتشاح في الرئة وليس بسبب القلب، بيكون بسبب ايه؟ بسبب inhaled smoke، بيشم دخان، سواء كان قاعد بيدخن كده في اوضه وحاطط حاجات بيتدفى وقفل على نفسه، او ان هو قاعد بيشم دخان كتير، فممكن من شم الدخان كتير يجي له ارتشاح في الرئه. ممكن الاوفرويلمنج انفكشن، او واحد عنده ديدان كتير طلعت على الرئه فخلتها تسرب ميه. ممكن اسبيريشن اوف جاستريك كونتنتس، ممكن واحد وهو نايم طلعت العصارة الهضمية، عنده حموضة باستمرار، طلعت العصارة الهضمية من المريء ودخلت على الحنجرة، دخلت على الرئة، لو دخلت كده هتعمل له ارتشاح في الرئة. ممكن مع الغرق، وممكن الغرق ده واحد يغرق في مية، وممكن واحد يغرق وهو بيشرب، يعني هو بيشرب شرق المية دخلت الرئة. ممكن مع حالات اليوريميا، ممكن يحصل ارتشاح في الرئة من اليوريميا، يعني لو زادت البولينة عن 300 ممكن المية تبقى في الانترستيشيال تيشو، يعني ولذلك المريض يبقى مش قادر ياخد نفسه. يعني دي مالهاش دعوة بالبلورا انفيوجن، يعني مالهاش دعوة بالمية اللي في البلورا، لا ده نسيج الرئة نفسه في مية. ممكن يكون بسبب البنكرياتيتس، الالتهاب البنكرياس، التهاب البنكرياس الأكيوت بنكرياتيتس أو حتى الكرونيك بيعمل لي مية في الرئة أو ارتشاح في الرئة. الماسيف بلاد ترانسفيوجن، نقل الدم بكميه كبيره، ولذلك انا بقول نقل الدم بحكمه، ما تزودش عن وحدتين او كيسين دم، بعدها بيومين ثلاثه اسبوع المريض يحتاج يبقى نقله تاني، لو الهيموجلوبين عدى 7 ما يفضلش انك تنقل دم. طيب ناخد بعد كده اسباب تورم او ارتشاح الرئه، ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجوليشن او دي اي سي، وخدنا في امراض الدم الدي اي سي انه مريض عنده تجلطات وسيوله، دمه بيجلط في حتة ويسيل في حتة، ده ممكن يبقى عنده ارتشاح في الرئة. برضو في عندنا من أسباب ارتشاح الرئة poisoning with الباراكوت and other toxins. في اليومين دول بناخد مركبات الرصاص والباراكوت والحاجات اللي هي بتتحط على المنتجات الحديثة دي، ساعات بتعمل ارتشاح في الرئة. في بعض العمليات البايباس، ساعات يقطعوا أوعية من الرجلين، ها زي الفيمورال فينز، ويحطوها ترقيع لأوعية القلب، يسموها عمليات الكبيرة أو البايباس، ودي ساعات بيبقى فيها ارتشاح رئوي. ساعات يبقى أكيوت راديشن، الناس اللي هم بيبقى عندهم إشعاع أو يتعرضوا للإشعاع يجيلهم ارتشاح رئوي. في تروما، حادثة بقى، خبطة جامدة، وفي أسباب أخرى للشوك. كل دي أسباب لتورم الرئة غير القلبي. لما يكون عندي سبب قلبي اعالج القلب، يعني عالجت الاريزميا او السرعه بتاعه القلب يبقى انت عالجت ارتشاح الرئه. لو انت عالجت الامبوليزم واديت مذيبات للجلطات ودابت الجلطات اللي في الرئه، ها يبقى انت عالجت ارتشاح الرئه. طيب لو عنده ضغط عالي قوي قوي وبدا يرشح من الاوعيه، وساعات الضغط لما يعلى قوي يعمل نزيف من المناخير، نزيف من اللثه، ساعات يعمل نزيف في العين، نزيف في المخ، لما الضغط الدم بيعلى قوي لازم له علاج. فعشان كده انا بقول انه ارتشاح الرئه لابد ان تبحث عن السبب وتعالجه، فاذا عالجت السبب عالجت ايه؟ ارتشاح الرئه. لكن ده يقودنا الى مرض اخر اسمه البلمونري فايبروزيس او تليف الرئه. طب انت قلت لي ان في ارتشاح رئه، يعني ده غير الالتهاب الرئوي حاجه تانية؟ لا، ده في بقى عندنا بلمونري فايبروزيس اللي هو تليف الرئه. يعني ايه تليف رئه؟ أو تلاقي فرقاوي إن شاء الله نشوفها حلقة قادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.